لازم ظهرت عندكم في التلفزيون. اتلعبت اهم قبل المانيا ما توقف. وثاني بتتلعب وكوبا جول جول يا ثاني يا روسي 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 استعلم روسي يا ثاني يا روسي. انا بقالي دقيقتين بقول لك روسي وقلت لك حتى كده من يتم لو سابوها للدعم لوادي رئيس ايطاليا والملك بيطبطب عينيه. لا والله انت السبعه كيريا. وثاني ايطاليا بتلعب في الخط الباكات زي ما عاوزه وعاوزة فرصة تشوط على الجول. اهي اهي 14 جول 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 14 14 طردلي 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 جول هاي. وادي الرئيس بتاعهم واقف يهنيه طردلي نمرة 14 طردلي طردلي نمرة 14 السنتر طردلي اللي هتشوف دي تاني جول هايل هايل هايل. خطورة كونتي بيمشي منتهى الخطورة كونتي ويقدر يجيب جول سهل 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 الجول سهل الجول سهل الجول سهل جدا جول سهل جدا. هانكوبيلي 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 نمرة 18 3-0 هانكوبيلي بعد 36 دقيقة هانكوبيلي 3-0 جول جول فظيع لالمانيا. هانز مولر وبتتلعب وهيجيب جول ابدا. حلوه حلوه جول 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 برايتر برايتر جاب جول 3-1 3-1. الحكم بياخد الكره منهم اوام عشان ما يضيعوش وقت اوام برايتر جاب جول.